لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، وزي ما قلنا لكم كده من بداية الحلقة النهاردة معانا فنان يعني متعدد المواهب. هو ممثل، ويمكن كان آخر مشاركاته كان في مسلسل الاختيار 3، وهو كمان بيعزف على الكمانجا. هنعرف بقى منه تفاصيل كده مشواره الفني وكمان العزف، وهل يا ترى في أي مواهب تانية احنا ما نعرفهاش ولا لا. منورنا النهاردة في الاستوديو فادي يسري. ازيك يا فادي؟ ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ بخير الحمد لله. فادي منورنا، ويعني وودك يعني مشرفنا طبعا. حابين نعرف بقى منك كده في الاول، انت الموضوع معاك عزف وتمثيل بس ولا في مواهب تانية قبل ما نتكلم؟ هو يقال يعني ان في ناس بيقولوا ان صوتي حلو، بس انا مش لا ده احنا نسمع بقى كمان. لا مش قوي مش قوي. مش اول مره هاجي اكتشف هنا. وبخرج حلو. أوكي. تخرج ايه؟ طب ايه بعمل عروض مسرح. انا اساسا اخراج مسرح يعني. بالظبط. انا تمام. في الاكاديميه في فنون مسرحيه. احنا انا تمثيل واخراج. انا خريج، انا 2016. بجد؟ يعني انت عارف خطيب؟ عارف خطيب. اوكي. خطيب؟ لا خطيب راح بعد انا ما انا اعتبر من الدفعات القديمه، بس بيني وبينك لان انا مش عارف. طيب انا كنت هقول لك ايه يا فادي، نسيت والله السؤال. ما علينا يعني، قول لنا طيب انت قبل معهد في المسرحيه درست حاجه ليها علاقه بحاجه تانية يعني، في مجال تاني او كده؟ لا انا كنت في الكونسرفاتوار الاول من تانية ابتدائي. انت اكاديمي صرف. انا مولود في الاكاديميه. حلو. حلو قوي. بس قعدت من تانية ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي كل الفتره ديت كنت مزيكا غربي. بعدها بقى بس انا كنت بمثل في الوقت ده. طبعا بعد ما خلصت حسيت ان تمام كده يعني. يلا بقى خد خبره تاني في حاجه تانيه، ناخد ننقل بقى. فقمت داخل بقى نقلت بس المبنى اللي جنبه. حلو. يعني انت يعتبر بدايتك او اول حاجه خالص كانت العزف؟ يس. اوكي. وكانت الكمانجا من البدايه ولا كان في الات تانيه؟ لا هو كان الكمانجا اول حاجه. كان عندي في الاكاديميه بيانو اضافي. بس ما كانش تخصص، كان التخصص كان الكمانجا. بس انا كنت داخل ما اعرفش ان انا هدخل كمانجا. يعني انا رايح بقى ولد صغير وقالوا لي ايه يلا جرب حظك. وانا كنت الفكره ان هو كان باختبارات كمان يعني. كونسرفاتوار كان اختبارات. فلما قالوا لي ان لا ممكن يجي منك وموهبه وحاجات كده، فقلت اجرب حظي. وفي البيت قالوا لي جرب. فانا رايح على اساس ان انا عارف البيانو بس. قالوا لي لا صوابعك صغيره قوي حبيبي، انت هتخش كمانجا. طبعا ايه الكمانجا دي ما اعرفش. بس وحبيتها بقى. والكمانجا عادي صوابع صغيره يعني، يعني مش شرط انه ليها مقاييس معينه. انا شايف الراجل ايده زي الفل. انا مش عارف ايه. انا كبرت بقى. كبرت. بس ساعتها ما كانش ايديا ما كانش لايق على البيانو، لان البيانو محتاج طبعا ستريتش معين عشان تقدر تجيب السلالم كلها بايد واحده. بس. طيب حلو. انت بعد كده التحقت طبعا المعهد العالي لفنون مسرحيه تمثيل وتمثيل واخراج. بدات بقى موضوع التمثيل من تمثيل المسرح واخراج مسرح، ولا الموضوع مشي معاك ازاي؟ تسلسله كان ازاي؟ لا انا مثلت من ثالثه ابتدائي. ماشي. يعني انت عزفت في ثانيه ابتدائي ومثلت في ثالثه ابتدائي. كان اول مسلسل كنت اعمله كان مسلسل حليم. تمام. حليم؟ ده بتاع احمد زكي. استنى، مسلسل ده بتاع شادي شامل؟ بالظبط. شادي شامل. صاحب عبد الحليم واحنا صغيرين في الملجا. ده انت صغير. كنت صغنون خالص. بس من هنا بقى كنت فتره قعدت بقى قدام فنون مسرحيه في جنين عندنا. فاقعد بقى برجولة. امثل بقى. بالظبط البرجوله. انا اجيب لك انا اجيب لك المصطلح. فكنت بقى قاعد صحابي فبمثل بقى. فمن ساعتها كان في مخرجه اسمها ضاع طايمه، طبعا بشكرها جدا. قالت لي تعالى. فتعالى دي اديتني ورقه قالت لي يلا اقرا الكلام ده وقوله مره وانت بتضحك، مره وانت بتعيط. حلو. مره فقبلوا الموضوع. قال لي احنا عندنا عرض في المهرجان وعايزينك معانا. حلو. فانا العرض ده كان عرض مسرحيه كان اسمه شكلها باظت. فانا على المهرجان العربي بقى. كان القومي. كان القومي. انا خدت جايزه القومي في 2008. ما شاء الله. دي جايزه مهمه جدا. طبعا ده انا بفتخر بيها طبعا الصراحة. اكيد. ومن ساعتها بقى مرحله التمثيل بقى ابتدى حد يشوفني هنا حد يشوفني هنا حد. فابتديت اعمل كذا مسلسل لغايه لما وصلت. عملت ايه بقى يعني؟ احكي لنا كده، شاركت في ايه تاني؟ هنيجي للاختيار يعني، بس اللي قبل كده كان ايه؟ عملت حليم ده. كان اول حاجه. بعده على طول كان خاص جدا. بعده لحظات حرجة. بعدها عملت
بطولة حلقة كده، كان كل حلقة منفصل متصل. اه بالظبط، كان نص انا ونص هو. وبعدها عملت مسلسل ابن موت، كنت طالع ابن خالد النبوي وعلا غانم، كان القصة كانت بتدور على الولد ده. بعدها عملت يونس ولد فضة مع عمرو سعد والمخرج احمد شفيق، وبعديها كان الاب الروحي مع دكتور بيتر. دكتور بيتر اول كان الجزء الاول، اول جزء بقى هو دكتور بيتر كان اول جزء. استاذ محمود حميده بالظبط. وبس وفي الاخر الاختيار. كلها اعمال مهمه بتقولوا بس ليه؟ طيب فادي، ايه رايك نسمع حاجه وبعدين نرجع نتكلم؟ يلا طب يلا بينا. يا فادي. يا فادي جيت على الجرح بس بتاع شريف. انا ما عنديش جرح الحمد لله. لا انا ما عنديش جرح الحمد لله. لا الحياه ناقصه، بنبسط كل يوم بيومه. فادي ما شاء الله انت متمكن جدا ومتعتنا جدا واحنا قاعدين، بس انا عايز اروح معاك بقى كده نعمل جامب للتمثيل. واخر اعمالك كان مسلسل الاختيار الجزء الثالث، نعرف برضو تفاصيل كده. انت كنت عامل متطرف، ملامح وشك كانت مقنعه جدا، عايزين نعرف كده اصلا تفاصيل مشاركتك للدور، استعديت ازاي، الحاجات اللي احنا شفناها على الشاشه دي خرجتها لنا ازاي. انا هقول لك على حاجه. ايوه. انا اساسا في الاول لما خدت الورق، هو الدور ما كانش لسه ما كانش اتكتب للاخر، ما كملش، لان لان برضو الاختيار بالذات ما كانش الورق مش بيطلع طول الوقت مظبوط، بالذات المسلسل ده يعني ده حساسيه العمل طبعا. بالظبط اكيد. فانا عمال اقرا، انا كل اللي انا فاهمه من الورق، انا ما حدش فاهمني حاجه لسه وخلاص وداخلين نصور. استكشف انت. فانا بستكشف بقى وانا بفهم مين ده وبيكلم مين. فكل اللي في خيالي ان واحد عم بيكلم زكريا والراجل في الكلام بيقول ده انا صاحب ابوك، فصاحب ابوك بقى، فعرفت ان هو ممكن يبقى ايه حد متطرف او حاجه. كنتش عارف ان زكريا ده اصلا ده كريم عبد العزيز، وان هو ضابط الامن الوطني، مش عارف لسه اي فأنا حاجه. فانا خلاص حفظت الكلام وفي الكرفان، فبكلم مساعد المخرج ابراهيم فرج. ابراهيم فرج. فبقول له هيما بعد اذنك، هو مين اللي عامل الدور ده؟ قال لي مين ايه؟ قلت له مين اللي عامل زكريا. زكريا بس عشان اتعرف عليه قبل ما ندخل نصور. قال لي ده استاذ كريم. تنهار ابيض. انا فجاه بقى ايوه حسيت ان الكلام انا نسيته ودخلت الكرفان بسرعه تاني. بحفظ انا مش بحفظ بقى الكريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز ايوه. ففعلا بقى ورهبته في الاول قلق، بالنسبة لي طبعا نجم كبير طبعا. ساعتها كنت قاعد مع دكتور بيتر ميمي، فاحنا قاعدين احنا الثلاثة بنقرا وداخلين هنصور، كانوا بيحضروا اللوكيشن وكده، فأنا متوتر بشكل طبعا بشع. الاستيعاب بقى، الاستيعاب أنا مش مصدق اللي بيحصل. فدخلنا صورنا. الصراحة أستاذ كريم حد بروفيشنال زيادة، حد سبورتر قوي، فهو شال لي التوتر وقال لي يلا نشتغل، حلو ده اعمل ده، فكنت مبسوط. ودكتور بيتر يعني هو دايما بيعمل معانا كده الصراحه، يعني دايما لطيف قوي ان هو يخرجك بره التوتر عشان ندخل نشتغل. بس فكنت مع كل ما الورق بيجي لي فببتدي اشوف ان الشخصيه بتتفتح. لا دي راحت في حته تانية، ده بقت متطرفه بشكل صعب. ويمكن في الاخر ان شخصيه اشرف ديت هي فعلا اشتغلت معاهم مع الحكومه في الاخر. لكن طبعا ده بسبب وقت الحلقه، فاتشال في المونتاج بعدين ان شخصيه اشرف كريم استاذ كريم جه اتكلم معاه وقال له احنا عايزينك معانا، وفعلا بيبتدي يشتغل معاهم، بيتم تجنيده بالظبط كده. وفعلا في مشهد وهو متجند معاهم وبيبلغوا على حد مظبوط. طبعا كل ده ما نزلش يعني في المسلسل بسبب وقت الحلقات. بس فكانت شخصيه بالنسبه لي جديده الصراحه، انا كنت مبسوط بيها يعني. اكيد. طب قول لي انت اشتغلت كده مع بيتر ميمي مرتين ولا اكتر؟ مرتين. اوكي. بالنسبه لك كمخرج شايف ايه المختلف او ايه اللي بيديهولك مختلف عن اي مخرج تاني؟ دكتور بيتر مريح. ما عندوش مشكله يقعد معانا، يعني ما عندوش مشكله يقول لنا اعملوا 1 2 3 ما جاتش مظبوط، طب لا طب تعالى نعمل 1 2 3 ما جاتش مظبوط، طب ايه رايك لما نعمل. يعني انا افتكر ايام هيرو، هيرو ده اللي كان في الاب الروحي. هيرو كان رايح على مشهدين 3 بسبب ان عجب دكتور بيتر
خلى الاستاذ هاني سرحان فتح له الخط خلاه معاهم. فابتدى يتفتح له سكه. فلما مره قلت افيه حلو في التصوير وقف وضحكوا فقال لي لا كمل بقى. فانا طبعا لو حد تاني ممكن اقلق. طبعا ممكن ما بقاش واخد ثقه ان اقول الحرية ممكن يضرب في وشي. طبعا لو ضرب في وشي خلاص انا مع السلامه كده هيسلموا عليا ويقول لي يلا بقى باي باي. لكن لا بالعكس دكتور بيتر خد الموضوع باريحيه وضحك وقال لي طب هنقوله تاني بقى. حلو جدا. فده كان مريح بالنسبه لي الصراحه. ده اكيد بيبقى اكتر حاجه مريحه لاي ممثل خصوصا يعني في بدايه مشواره بالظبط الفني. طب بص احنا وحشنا العزف. انا قاعد وانت بتتكلم كل شويه اروح للكمانجا. هتسمعنا ايه بقى؟ تيجي نسمع سيلا في الشاب خلت. يلا يلا بينا. سلام. حضرها انت دي صح كده؟ يلا يا سيدي يا سيدي. انبسطتوا؟ لا حلوه قوي حلوه قوي. ومش عارفه انت بتقلب قلبات كده غريبه. انا طبعا ما بفهمش في المزيكا بس يعني بقدر اسمع ففي حاجات بتعملها حلوه قوي يعني. المهم شلنا الحزن بس عشان التراك اللي فات. وحشتيني. داوينا الجرح؟ لا بس انا يعني ما زلت بحسها زي معظم الناس ان هي آلة صوتها حزين. هي حزينه طبعا. انا بالنسبه لي كده. رايك ايه في حاجه زي دي؟ دافع. عايزك تدافع. بص لا هي الكمانجا بتلعب اي حاجه صراحه بس انا ميال ليها في الحته دي في الحزين. انا بحس ان انا مبسوط بده اكتر يعني. لكن لا هي بتلعب كل حاجه صراحه يعني. كلها حاجه. كمانجا تقول لها يلا فرحيني هتفرحك، يلا ضحكيني هتضحك يعني. فيها احنا شفناها خلاص دلوقتي في معظم الحفلات دلوقتي بقى ليها زي كده. في الافراح ليها كده فقره لوحدها خاصه بيها جدا. فادي للاسف الوقت عدى بسرعه قوي قوي. كان نفسنا نقعد معاك وقت اطول ونسمع عزف اكتر بس ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني كده ان شاء الله. ويكون مزيد من الاعمال ومزيد من النجاحات ونيجي برضو نتكلم عليها. شكرا ليك يا فادي. شكرا ليك يا فادي وان شاء الله يكون وشنا حلو عليك زي كل ضيوفنا دايما. خلاص يا شريف نورونا. شكرا يا شريف. معلش يا نوره كده معلش احنا بنحتوي الموضوع. شكرا ليك يا فادي. يا رب كده يعني يا جماعه كونوا جميعا كده بخير وكون دايما عند حسن ظنكم. كده وصلنا معاكم لاخر حلقتنا. نشوفكم يوم الجمعه في نفس الميعاد الساعه 6:30. سلام.